يعطيكم العافية شباب صبايا طلاب صف الثامن. رح نكمل سوا بتشابتر 17 راشونال فراكشنز، ونكمل فكرة الاوبريشنز اون راشونال فراكشنز. اخر فكرة يلي هي addition and subtraction. Addition and subtraction of rational fractions, we have two cases. First case لما بيكونوا denominators are the same. هلا طبعا بالنسبة للaddition and subtraction مثل الأرقام كأنه عم بجمع كسور، ففي عندي حالتين، أو بيكون عندي نفس الدينومينيتور بجمع النيوميريتورز، مثلا إذا قلنا 2 over 3 plus 5 over 3 كيف بجمعهم؟ طالما عندي same denominator 3 بجمع اللي فوق بيطلع 7 over 3. فنفس القصة تقريبا بالراشونال فراكشنز، بس يكون عندي same denominator بيبقى الدينومينيتور مثل ما هو وبجمع النيوميريتورز مع بعض. فهذه بتكون أول step. step يلي بعده، بعد ما أجيب الجواب النهائي لحتى أقدر أعمل simplify بدي أمرق بخطوتين قبل. بدنا نعمل factorize إذا قدرنا if possible للنيوميريتور للدينومينيتور، منكتب الكونديشن يلي هو الدومين، وآخر شي منعمل simplify. خلينا نشوف بالإكزامبل لنفهمها أكتر. فإذا في معنا هودي two rational fractions بدنا نجمعهم، منطلع أول شي في عندي same denominator، يعني بيبقى الدينومينيتور مثل ما هو يلي هو x plus 2. برجع بدي أجمع النيوميريتورز يلي فوق، في معنا 2x plus 4. خلصنا أول step. تاني step بدنا نعمل factorize، منطلع فوق في عندي common factor يلي هو 2، فبيبقى معنا x plus 2. تحت طبعا ما بينعمل لا factorize، بتضلها مثل ما هي وبنحطها inside parentheses. الخطوة اللي بعدها بدنا نعمل الدومين يلي هو الكونديشن. الكونديشن دايما باخده من الدينومينيتور. هلا هون في عندي دينومينيتور موحد هو ذاته، فكرمال هيك بيتكتب الكونديشن مرة وحدة، هيدا أو هيدا هي ذاتها. فبيكون الكونديشن x plus 2 different from 0، يعني x different from minus 2. آخر خطوة قادرة أعمل simplify لأنه في عندي similar factors فوق وتحت، فبشطبهم مع بعض بيبقى معنا الجواب 2 over 1 يلي هو 2. طبعا نفس الشغل يلي اشتغلته على الاديشن بينشغل على السبتراكشن. بدل البلس بيكون في ماينس، بيكون عندي سيم دينومينيتور. هاشتغل وحده هون بالابليكيشن، هنشتغل مثلا هون هيدي البارت 2 من الابليكيشن، هاشتغلها لفهمكم عليها، وهودي الباقيين بيكونوا هومورك. بالنسبه للماينس هون في عندي سيم دينومينيتور، فبناخذ الدينومينيتور 2x minus 5 same denominator. بيجي بدي نقص اللي فوق، النيوميريتور الأول هو 4x minus 3، بدي نقص منه النيوميريتور الثاني 4x plus 3. هون لأنه في minus، هيدي الماينس بتقلب إشارات اللي بعدها، بدنا ننتبه لها. فهون فيني حطها inside parentheses بس ما إلها قيمة لأنه ما في قبلها حدا، فبتضلها مثل ما هي 4x minus 3. الماينس بتقلب إشارات اللي بعدها، بتصير minus 4x minus 3 over 2x minus 5 equal 4x، بتروح مع ال minus 4x بيبقى معنا minus 6 over 2x minus 5. خلصنا أول step يلي هي الكالكوليشن. step الثاني factorize، ما في common فوق ما في common تحت، يعني ما بينعمل لون factorize. بدي اكتب الكونديشن هلا، فالكونديشن عجنب denominator different from 0، 2x minus 5 different from 0، يعني x 2x different from 5 over 2 over 2، بتطلع ال x different from 5 over 2. وبالنسبة لل simplify ما في عندي factor فوق وتحت تكرر، ما فيني شطبهم، فبيكون هيدا هو الجواب النهائي. هلأ هوني بال second case بيكون ال denominators مختلفين عن بعض. factor denominators and reduce them to the same denominator, then proceed as the first case. فإذا نفس steps يلي شفناهم بأول case يلي شرحناها هي ذاتها حنعتمدها هلأ، بس زيادة عليها أنه بنبلش بالفاكتورايز لأنه بدنا نعمل same denominator مثل الأرقام. إذا مثلا أنا عندي 2 over 3 plus 5 over 6، بيجي بدي أعمل same denominator، بضرب من عندي times 2 times 2، بس يصير عندي same denominator بحطهم كلهم over 6. فإذا نفس المبدأ هون بس على rational fractions. خلينا نشوف الإكزامبل. فإذا أول شيء بدنا نعمل الفاكتورايز، هون ما في عندي common، ما عندي فاكتورايز لولا تيرم. بيجي بدي أعمل same denominator، 2x plus 1 و x minus 5 مختلفين، ليصيروا common مثل بعض بضرب الأولى بالتانية والتانية والأولى. يعني 2x plus 1 بضربها ب x minus 5
ومثل ما بضرب تحت طبعا بضرب فوق. لاحظوا 3 نقلتها مثل ما هي، وهون ال x minus 5 بشو بضربها لتصير مثل هاي؟ بضربها ب 2x plus 1، ومثل ما بضرب تحت فإذا 2x plus 1 بضرب كمان فوق. هلا الخطوة اللي بعدها بدنا نعمل expand، مش نحن قلنا 3 بدنا نضربها باللي بعدها، بتصير معنا 3x minus 3 times 5 is 15. لاحظوا الدنوميناتورز ما بضربهم، دايما الدنوميناتورز بتركهم مثل ما هن، بلس بشتغل بس على اللي فوق، 2 times 2x is 4x و 2 times 1 is 2. برجع اخر خطوة، الدنوميناتورز صاروا مثل بعض، صار فيني حطهم common، بشتغل على اللي فوق، بدنا نجمع. هون بالجمع ما بينقلبوا الإشارات، دغري فينا نعمل similar terms مع بعض، 3x plus 4x صارت 7x minus 15 plus 2 بتصير minus 13. هلا اخر خطوة بدنا نعمل الكونديشن ونشوف اذا بدنا نعمل سمبليفاي. الكونديشن دايما باخده من الدينومينيتور، هون بالدينومينيتور في عندي 2 فاكتورز، باخد كل فاكتور لحاله different from 0، فاذا x minus 5 different from 0 يعني x different from 5، and الكونديشن الثاني 2x plus 1 different from 0 2x different from minus 1 يعني x different from minus 1 over 2. اخر خطوه بدنا نفكر نعمل سمبليفاي. لنعمل سمبليفاي لازم يكون الفاكتورز يلي فوق ويلي تحت مثل بعض لنشطبهم. هلا هون ما عندي كومون فاكتور، بس ما يكون عندي كومون فاكتور اتفقنا بنحطها انسايد بارنتيسز، بنطلع هذا الفاكتور فش مثله تحت، معناها ما قادر اعمل سمبليفاي، فخلص بيكون هذا هو الجواب النهائي. اكزامبل ثاني، كمان في معي هون 3 over x plus 2 over x plus 4. اول خطوه اتفقنا فاكتورايز، هوني ما عندي common factor ولا عندي identity ولا شيء، برجع بدي أعمل same denominator لحتى يصيروا مثل بعض، بضرب الأولى بالتانية، بتصير ال x مضروبة ب x plus 4 تحت وفوق، وال x plus 4 مضروبة ب x تحت وفوق. هلأ اتفقنا اللي تحت ما بضربهم، بتركهم مثل ما هني وشغلي على اللي فوق، 3 times x is 3x 3 times 4 is 12 plus 2x، يعني هون بكون حطيناهم دغري على fraction واحد لأنه صار عندي ياهن same denominator. بصير عندي 3x plus 2x is 5x plus 12 over، تركنا denominator مثل ما هو، خلصنا الoperation. بدنا نجي نعمل الcondition، كل factor لحال different from 0، فإذا x different from 0 x plus 4 different from 0 يعني x different from minus 4. هلأ هوني آخر خطوة منشوف إذا في عندي common factor لأعمل simplify. 5x plus 12 ما فيها common factor، بحطها inside parentheses وبطلع هذا البراكت في مثله تحت، ما في مثله معناها خلص الفاكتورايز وما قادر اعمل simplify، فبيكون هذا هو الجواب النهائي. رح اشتغل هون كمان example من application 6 والباقيين بيكونوا homework. هناخد البارت 2 من هيدا الابليكيشن. اول step اتفقنا بنعمل factorize. هلا هون قبل ما نعمل فاكتورايز نحن ما ننسى هدفنا نعمل سيم دينومينيتور لنقدر نجمع. بنلاحظ هون انه x باور 2 ماينس 9 و 9 ماينس x باور 2 هني اوبوزيت كوانتيتيز، عكس بعض تماما، يعني طلعوا هون اشاره ال x باور 2 هي بلس بينما هون الاشاره ماينس، واشاره ال 9 هي ماينس بينما هون اشاره ال 9 هي بلس، فطالما هني اوبوزيت يعني انا بقدر خليهم يصيروا مثل بعض اذا بقلب الاشارات. فشو بشي بعمل؟ أول النيوميريتور بتركه مثل ما هو، أول فراكشن، تاني فراكشن البلس يلي هون موجودة مثل قصة الفاكتورايز، تتذكروا لما بنقلب الإشارات نفس الشيء، أقرب إشارة لإله هي هاي البلس، بقلبها بتصير ماينس، اللي فوق ما خصني فيها بتركها مثل ما هي، وبقلب اللي تحت بتصير عندي إياها x باور 2 ماينس 9. وبرجع بكملها هلا، لكمل بدي اعمل فاكتورايز للدينومينيتورز اول شيء لحتى اعملهم سيم دينومينيتور. هون مساقبي انه بينعمل فاكتورايز للدينومينيتورز لانهم ايدنتيتي a minus b a plus b، فبصير معنا 2x plus 11 over a minus b a plus b لانهم ايدنتيتي. نفس الشيء الثاني 2 minus x over a minus b a plus b. هوني صادفت انه عندي اياهم same denominator يعني مش بحاجة اضرب ليصيروا نفس الدينومينيتور، فبس بحطهم one fraction x minus 3 x plus 3 واللي فوق بدي نقصهم،
2x plus 11 مثل ما اتفقنا، بس يكون في minus دغري بفتح parentheses بعدها لأنه بدأ تقلب الإشارات. بصير معنا 2x plus 11 minus 2 plus x over x minus 3. ملاحظين الدنوميناتورز ما بعمل، بس أعمل فاكتورايز ما برجع بضربهم، بتركهم مثل ما هني، بشتغل بس على اللي فوق. 2x plus x بصير 3x plus 11 minus 2 is plus 9 over x minus 3 x plus 3. هلأ بعمل الكونديشن على جنب حتى ما انسى، واخر شيء بفكر بالفاكتورايز لاعمل سمبليفاي. فاذا كونديشن الدينومينيتورز ديفرنت فروم 0 يعني x ديفرنت فروم 3 and x plus 3 ديفرنت فروم 0 يعني x different from minus 3. فإذا كل فاكتور موجود بالدنومينيتور أخذته different from 0. آخر خطوة لأعمل simplify لازم أعمل factorize على طول، بس بدي أعمل simplify يعني factorize. منلاحظ فوق في عندي common factor يلي هو 3، فبيبقى معنا x plus 3 over x minus 3 x plus 3. ملاحظين ما بنشتغل على الدينومينيتورز، ما بنضربهم لأنه بفيدوني بالكونديشن وبفيدوني بنفس الوقت، بس بدي أعمل سمبليفاي. فبيجي هون بدي شطب السيميلر تيرمز أو سيميلر فاكتورز، في عندي الإكس بلس 3 تكررت، بيبقى معنا الجواب 3 أوفر إكس ماينس 3. إن شاء الله يكون كل شيء واضح ويعطيكم ألف عافية. وهيك بكون خلص شرح الدرس، ما عاش في ولا فكرة جديدة، بيبقى علينا بس نطبق exercises. Okay؟